قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. عقد هذا الباب لما يقترب من الحكم السابق، وهو استعمال الطيب بعد الطهر، فإذا كان مأذونا فيه حتى للمحيض في كست أظفار فمن باب أولى غيرها من النساء. فيشرع للمرأة إذا كانت غير محيض وقد طهرت من حيض أو نفاس فاغتسلت أن تستعمل طيبا تزيل به أثر الدم ورائحته. فقال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، معناه أن تستعمل طيبا في مكان الدم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. هذه امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال، ثم أمرها بهذا التطيب، فأمرها أن تأخذ فرصة أي صوفة وتجعل فيها مسكا فتطهري بها. قال لها: فتطهري بها. والمقصود بذلك أن تدلك بها مكان الدم فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ لم تفهم المرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تطهري بها. ومن أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصرح لها، فالكناية تكفي إذا شعر أن الإنسان سيفهم بها، قال: فتطهري بها. فلم تفهم ذلك، قالت: سبحان الله، قالت: كيف أتطهر بها؟ سألته: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري. فأعاد عليها الكلام كما هو، ففهمت عائشة أنه يتحرج من أن يخاطبها بذلك، فجذبتها إليها وعلمتها المقصود. فقلت: اتبعي بها، تتبعي بها أثر الدم، معناه امسحي بها مكان الدم. وهذا هو معنى الدلك الذي عقد له البخاري الباب، وهو دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. والحديث يدل على مشروعية التطيب للمرأة غير الحاد إذا طهرت من حيض أو نفاس، ويدل كذلك على أن السؤال في العلم ليس مما يدخله الحياء، والحياء ينقسم إلى قسمين: إلى حياء حميد وحياء ذميم. فالحياء الحميد هو الذي يمنع الإنسان عن الوقوع فيما نهى الله عنه، وعن الوقوع فيما هو مذموم بين الناس. ولذلك عرف ابن حجر رحمه الله الحياء فقال: هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وصف يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينهم. والحياء الذميم هو المانع عن السؤال عن حكم من أحكام الدين، أو عن تغيير منكر، أو نحو ذلك. ولذلك يقول العلامة محمد ولود رحمة الله عليه: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، وهو الذي يعد من المهالك. هذا ليس من الحياء المحمود، ولا هو من الإيمان، والحياء من الإيمان. المقصود به الحياء الحميد الذي يمنع الإنسان من الوقوع فيما حرم الله أو فيما كره أو فيما هو مذموم بين الناس. وكذلك يدل الحديث على أن من لم يفهم وكان بجنبه من فهم أنه يمكن أن يعلمه، وبالأخص إذا علم أن ذلك لا يغضب أستاذه. فإذا كان ذلك لا يغضب الأستاذ فهو مساعدة له وتعاون على البر والتقوى. وأهل الحديث يستدلون بهذا الحديث على أن الاستفسار من جارك عند السماع لا يقطع السماع، معناه إذا حدث الشيخ ففاتك شيء مما قال فسألت جارك أو نظرت إلى ما كتب فكتبته، فذلك مبيح لك أن تقول حدثنا فلان وتذكر الحديث بكامله، لأنك استعنت بجارك فقط على استيعاب ما قال الشيخ، وقد حضرت الشيخ لكن لم تستوعب عنه.